اللبناني الشيخ سامي جميل. صباح الخير. أنا اليوم كتير متأثر كتير بهاللقاء الحميم يلي عم عيشه اليوم الصبح، ولكن هيك حز بقلبي شوي، فرح اسمحولي أحكيكم كلمتين من القلب مش كتير قراب من السياسة. هيك خبركم قصة صغيرة. أول شي بعد إذن المسلمين الموجودين بالقاعة رح أحكي شوي عن كنيستنا وعن المسيحيين بلبنان، لأنه نحن اليوم سيقلي دغري بعد القداس. سألي بعد القداس هلا، ومشان هيك بدي استأذن اخوينا المسلمين الموجودين معنا نحكي شوي عن كنيستنا، ونحكي عن الوجود المسيحي بلبنان. خبركم قصة صغيرة. وقتها رحنا مع سيدنا البطرك الراعي على روما، وقتها أخذ بركة البابا، قداسة البابا، تيقدر يبلش عهده. فرحنا على روما كلنا سوا، مجموعة كبيرة من المسؤولين من النواب والوزراء، وحضرنا هالبركة هيدي اللي أعطت البطرك من قبل قداسة البابا بحضور كل المطارم اللبنانيين ومجموعة كبيرة من الرهبان والكهنة. ففتنا على الكنيسة، وفي شعور حسيته هذا النهار رجعت حسيته اليوم، هلا رح لكم ليه. لأنه قعدنا هيك، أول شيء بتعرفوا العظمة تبع البازيليك بالفاتيكان، شغلة ضخمة كتير. صرت فكر هيك اتفرج على المنظر، مشهد قدامي عم شوف 30 مطران أو أكثر ماشيين فايتين على الكنيسة بنص روما على قلب البازيليك، لابسين الثوب الأبيض مع الصليب بنص الظهر، وعلى الميلات أرزة لبنان على اليمين وعلى الشمال. بتشوفوا هالمطارنة داخلين بازيليك روما بحضور البطرك وبحضور البابا وبحضورنا كلنا. بحس الواحد عظمة هالكنيسة اللي نحن بنشم لها، وبنرجع من نستذكر أو بنرجع نستوعب، بيرجع هيك واحد إنسان هو عم بيتفرج على هذا المنظر، بيرجع هيك بيفكر بينه وبين حاله أنه 1600 سنة من النضال ومن المقاومة لبقاء المسيحيين في لبنان، هال 1600 سنة من المقاومة لبقاء كنيستنا، كله هيدا بفضل الشهداء وبفضل الدماء يلي قعدت، بقيت هالكنيسة واقفة
وبقيت بهذه العظمة الموجودة فيها، وبقيوا الموارنة بلبنان، وبقيوا المسيحيين بلبنان، وبالتالي بقيت الحرية بلبنان. اليوم رجعت حسيت نفس الشعور. أنا قاعد بالكنيسة عم بطلع حولي، عم شوف هالمئات إذا مش آلاف من المسيحيين موجودين بهالكنيسة. حسيت صراحة قديش نضالنا وصراعنا كان صعب على كل المستويات، لأنه أدى إلى هجرة مجموعة كبيرة من الناس اللي هن أنتم، بعض لأسباب سياسية، بعض لأسباب اقتصادية واجتماعية، والبعض لأسباب أخرى أمنية وعدم استقرار. والبحث عن دولة تليق فيكم وتحافظكم على الكرامة تبعكم، على كرامة إنسان، على كرامة شخص، وهذا الشيء اللي لقيتوه هون. فصرت عم بتطلع فيكم عم تتناولوا، والغصة بقلبي وعم بقول كل هالناس مفترض يكونوا بلبنان. كل هالوجوه هيدي طيبة محبة يعني بكل واحد فيكم شفت ضيعته، شفت أرضه، شفت بيته، مفترض كنتوا تكونوا بلبنان. وهذا الشيء بيزيدني إيمان وبيزيدني إرادة وتحدي أنه استمر مع كل المخلصين بلبنان بالتضحية بكل ما عنا إياه، كرمال أنتم ترجعوا على لبنان وتعيشوا ببلد حضاري ومتطور، لأنه ما كانكم تحت ما كانكم مش هون، قلبكم تحت قلبكم مش هون. وأنا بوعدكم رح أشتغل ليل ونهار، رح أعطي كل شيء عندي كرمال ترجعوا على لبنان. استذكرت اليوم كل النضال، كل الناس اللي ماتت تنحافظ على أرضنا وتنحافظ على حريتنا وتنحافظ على هالبلد اللي بنحبه وعلى كل القيم يلي انبنى عليها لبنان. مشان هيك بالنسبة لإلي نضالي السياسي هو أكثر من نضال سياسي، هو نضال من أجل قيم إنسانية، من أجل مبادئ. أنا السياسة صغيرة ولا مرة همتني ولا مرة حبيت أشتغل فيها. بالنسبة لإلي نضالنا اليوم يلي مخلينا نحن نكون عم ننشط بالحياة السياسية، الهدف منه هو شيء أسمى من السياسة الصغيرة يلي عم تحضروها كل يوم على التلفزيون. نضالنا هو من أجل قيم إنسانية، من أجل الحرية، من أجل كرامة الإنسان، من أجل معايير إنسانية عالمية للأسف غير متوفرة بلبنان. كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، بحقوق المرأة، بحرية التعبير، كل ما يتعلق بالاحترام المتبادل، بالسلام، كل هالقيم هيدي هي تتخطى السياسة. هيدي قيم إنسانية نحن عم ندافع عنها بلبنان. مشان هيك دايما لازم نرجع نتذكر الأساس، ونرجع نتذكر انه يلي بيجمعنا اكبر بكتير من يلي بيفرقنا.
ولازم دايما نفتح قلبنا ودايما نستوعب غيرنا. يمكن هون اليوم الأكثرية هن من الخط السياسي ل 14 أذار يلي الكتائب موجودة فيها، ولكن أنا بدي أتمنى على الجميع كبر قلبنا، كبر قلبنا، لأنه آخر النهار كلنا سوا واحد ومشاكلنا وحدة، والسياسة اللي عم بتفرقنا اليوم هيدي مرحلية. يلي بيجمعنا أكبر بكثير من يلي بيفرقنا، يلي بيجمعنا هو 2000 سنة من المقاومة و 2000 سنة من البقاء ومن الوجود بلبنان، أما يلي بيفرقنا هو 10 سنين من الزكزكات السياسية البلا طعمة يلي بكره بيجي نهار بتفل مثل ما اجت. مشان هيك بدي أتمنى من الجميع ما نخلق هو بيننا وبين خصمنا السياسي، ما نخلق مسافة بيننا وبين خصمنا السياسي. اوكي في رأي مختلف بالسياسة، هالرأي المختلف بالسياسة ما لازم يمنعنا أن يكون عنا صداقات مع الفريق الآخر، أن يكون عنا علاقات جيرة وأخوة ومحبة مع كل الناس اللي بنختلف معهم بالسياسة، لأنه هيك بيكونوا المسيحيين، وإذا ما كنا هيك ما بنكون مسيحيين. لأنه ربنا ونحن إذا بدنا نكون مسيحيين حقيقيين بدنا هالتعليم يلي عم نسمعها كل يوم بالكنيسة بدنا نطبقها بالحد الأدنى على الأقل بحياتنا اليومية والسياسية. ما فينا نحن اليوم نجي نعتبر حالنا مسيحيين وما نكون عم نقوم بأقل واجباتنا كمسيحيين. رح أقول شو هي هالواجبات. أول واجب هو قول الحقيقة، لأنه الإنسان نهار يلي بيوقف يشهد للحقيقة ببطل مسيح. نهار يلي الإنسان ببطل يقول يلي هو مقتنع فيه والحقيقة يلي هو شايفها ببطل الإنسان مسيح. نهار يلي الإنسان ببلش يغض النظر عن أخطاء أو ببلش يكذب على الآخر أو ببلش يتعاطى مع الآخر من دون صدق ومن دون إخلاص، ما بيكون بقى هالإنسان هيدا عم بيطبق مسيحي. وتاني نقطة هي المحبة. نهار يلي منبطل نتعاطى مع بعضنا بمحبة، نهار يلي منبلش نكره بعضنا ونتمنى لبعضنا الشر، كمان منبطل مسيحيين. فعلينا بس ندمج هالتنين هالمبدئين أو هالقيمتين الأساسيتين بحياتنا المسيحيين، يلي هي قول الحقيقة ويلي هي المحبة. إذا هول التنين عرفنا ندمجهم ببعضهم هن يلي رح يخلونا نبني مجتمع حقيقي ومجتمع نظيف ومجتمع متطور. نهار يلي منصادق بعضنا ومنصادق غيرنا وبنفس الوقت منحب غيرنا وما منتمنى الشر لغيرنا. هول هن اثنين يلي برأينا نحن بيبنوا مجتمع رائي، مجتمع نظيف ومجتمع قابل للحياة للمستقبل. أنا بدي انطلق من هالنقطتين تأتمنى على كل جيليتنا الموجودة اللبنانية بأستراليا وبالأخص بسيدني، أنه بدي أتمنى من الكل نرجع نربط بلبنان، نربط بهيدا الأرض، نربط بأكبر قدر ممكن بضيعنا بعيالنا ببيوتنا. خليكن عم تسمعوا أخبار، خليكن عم بتتابعوا، وإن شاء الله نقدر بأسرع وقت نأمن حق التصويت كرمال تقدروا كمان تشاركوا بالتغيير وتشاركوا بالمحاسبة وتشاركوا بالمراقبة على الحكام اللي موجودين بلبنان. نحن بالنسبة لنا أنتوا أملنا. أنا جيت لهون وشفت وتعرفت على الكل وشعرت قديش وجودكم مهم وقديش مشاركتكم مهمة، وصدقوني انتو قادرين تصححوا لبنان لانه صوتكم مرجح بالانتخابات، لانه انتو قادرين تشوفوا الخطأ وتحاسبوا عليه، وكل واحد منكم اليوم قادر يعمل فرق. ما
ما تنسوا الانتخابات بلبنان كانت عم تفرق على 600 صوت و 700 صوت، مجرد الموجودين هون كانوا قادرين يمكن يغيروا معادله بقضاء من الاقضية، يسقطوا نواب ويطلعوا نواب، بس الموجودين بهذه القاعة هلا كيف إذا عم نحكي بكل العالم صاروا المغتربين عم بيصوتوا بصدق من دون تأثير السلاح، من دون تأثير المال، من دون تأثير الفساد، ناس أحرار عم يروحوا يصوتوا من دون أي اعتبار إلا مصلحة لبنان وكرامة الإنسان اللبناني. مشان هيك أنا بس بطلب منكم، بعرف أنه كتير منكم طالما الدولة اللبنانية منا قادرة تأمن الضمان الصحي وكل الضمانات الاجتماعية والاقتصادية اللي بتخليكم أنتو تأمنوا أنه رح تقدروا تعيشوا أولادكم بكرامة بلبنان، بعرف أنه إذا هيدا الشيء ما تأمن في صعوبة عند كتير منكم بأنه يرجع، ونحن رح نضلنا عم نشتغل تنخلي الدولة تصير على هيدا المستوى، تصيروا أنتو قادرين ترجعوا له. بس من هلأ لوقتها ما بدنا نتخلى عن مسؤولياتنا، من هلأ لوقتها بدنا نضلنا عم نتابع، بدنا نضلنا عم نحب لبنان، بدنا نضلنا عم نرجع على لبنان على الأقل مرة بالسنة، بدنا نضلنا رابطين مع كل الناس الموجودين تحت، ولادنا أهم شيء ولادنا، نعودهم ينزلوا على لبنان مرة بالسنة، نعلمهم هيك بس نخبرهم عن لبنان، خلوا يتعلقوا شوي بلبنان، يعرفوا هيدا البلد قديش هو أسطورة. إذا اليوم أنا صراحة أقول لكم أنا كل يوم بوعى بشكر ربي 3000 مرة أني خلقت لبناني. لأنه أنا خلقت ببلد عنده قضية عمرها 2000 سنة وبعدها لحديث اليوم مطلوب النضال من أجله. تخيلوا واحد خلق مثلا بأوروبا أو بفرنسا أو بالسويد، هذا شو حياته لشو؟ هذا بيقوم على بكره بيروح بيشتغل، بيروح بيشتغل بيتغدى بيتعشى بيرجع بفوت بينام، شو هالحياة هاي؟ نحن بلبنان على الأقل على الأقل عنا قضية عايشين من أجلها، قضية بتحرز هي بالنسبة لي أحلى قضية بالعالم، هي قضية الأحرار. هي نضال من أجل الحرية، نضال من أجل كرامة الإنسان، نضال من أجل التطور والحضارة والديمقراطية، بوجه ناس ما بيأمنوا ولا بالسلام ولا بالحرية ولا بالاحترام. في ناس بلبنان ما بيأمنوا ولا بالسلام ولا بحرية الناس ولا بيحترموا غيرهم ولا بيحترموا تاريخ غيرهم ولا بيحترموا شهداء غيرهم ولا بيحترموا القيم الإنسانية اللي عندهم إياها غيرهم. وهيدا هو بالنسبة لنا نحن اليوم همنا وهدفنا أن ندافع عن لبنان يلي نحن متمناه، يلي هو لبنان السلام، لبنان الحرية، لبنان الكرامة، لبنان الازدهار والتطور والاحترام والاعتراف المتبادل، الاعتراف المتبادل بكل شيء. أنا ما لازم يكون بلبنان خاف قول انا مين وانا شو وانا شو بمثل من دون ما حدا يتعرض لي. وحيالله انسان لاي طائفه انتمى لازم يكون بحق له يقول هو مين شو تاريخه ويفتخر بهويته وبتاريخه وبمين هو. وهذا هو صلب نضالنا السياسي. اليوم حزب الكتائب عم بيناضل مش من اجل حياة سياسية، حزب الكتائب اليوم همه يعمل ثورة فكرية بلبنان، ثورة بمنطق التعاطي السياسي، ثورة بمفهوم الدولة، ثورة على النظام السياسي، ثورة على كل الطريقة اللي عم بيتمارس فيها السياسة بلبنان. وراح تسمعونا صوت عالي صوت عالي مثل ما سمعتونا بمجلس النواب من فترة قصيرة، راح ترجعوا تسمعونا بكل مناسبة صوت عالي. مش راح نرضخ
مش رح نرضخ للأمر الواقع ولا رح نرضخ لكل الطريقة اللي عم بيتم التعاطي فيها بالسياسة بلبنان، ولا رح نصير عم نتطبع شوي شوي. رح نضلنا سائرين على الواقع وسائرين على الذات وسائرين على كل الطريقة اللي عم يندار فيها البلد، يلي هي مبنية على التكذب ومبنية على الفساد ومبنية على السرقة ومبنية على النهب. كل هيدي الطريقة يلي ندير فيها البلد بكل المراحل السابقة، هيدي كلها بدنا نسول عليها. التكذب بين الناس، التكذب بين الطوائف، الحقد المتبادل، عدم الاحترام المتبادل، محاولة إلغاء الآخر المستمرة، محاولة فرض رأي البعض على الكل بشكل مستمر من 70 سنة لليوم، مما ولد حروب وولد أزمات وولد شهداء وولد كل شيء في ويلات. كل هيدا بدنا نخلص منه، بدنا نبني بلد نطمئن أنه بعد 10 سنين ما رح يصير في مشكل، لأنه كل مكونات هيدا البلد عايشين مرتاحين بلبنان، مش واحد خيفان من التاني أو واحد عتلين هم التاني يطب عليه تاني نهار. بدنا نعيش ببلد نحس حالنا مرتاحين، أنه نطمئن أنه رح نربي أولادنا ونفوتهم على المدرسة، مش نفتش كيف بدنا نجيب باسبور أجنبي لأنه ما بنعرف شو بده يصير، ونسمي أولادنا أندرو وأنتوني ونسميهم أسماء أجنبية لأنه ما بنعرف بكرة إذا راحوا لبرا لازم يقدروا يتأقلموا مع الأجواء برا. بدنا نسميهم مارون وشربل وجورج لأولادنا. بس لازم نطمئن انه بدنا نعيش بلبنان، بدنا نركب نظام جديد، بدنا نركب حياة جديدة لنا تنطمئن انه رح نبقى بهيدا البلد، ومش ننتقل لعندكم لهون تستقبلونا انتم. بدنا كمان نحصن ساحتنا الداخلية، بدنا نحصنها من تأثير أي مشاكل ممكن تحصل بالعالم العربي علينا. حياة لبنان برهن أكثر من أي وقت مضى أنه هو ضرورة للاستقرار بلبنان وللسلام بلبنان. طالما اللبنانيين بدهم ينجروا إلى أنه يدافعوا عن قضايا عم تحصل خارج حدودهم ويتحمسوا ضد بعض ويدفعوا ثمن هن، يدفعوا اللبنانيين هن ثمن الصراعات اللي عم تحصل خارج دولهم، رح يضلوا لبنان بحالة عدم استقرار دائم. مشان هيك نحن بالنسبة لنا حياة لبنان هو الأساس إذا بدنا حقيقة نستقر ونعيش في بلد حضاري ومتطور. ويلي عم نشوفه اليوم، يلي عم نشهده اليوم بشمال لبنان منو إلا نتيجة، منو إلا نتيجة مواقف متطرفة عم ياخدها بعض اللبنانيين دعماً للنظام السوري، والعكس مواقف بعض اللبنانيين يلي عم ياخدوها ضد النظام السوري. كل واحد حقه يكون عنده رأيه، أنا عندي رأيي، أنا هيدا النظام بالنسبة لإلي دمرنا، قتلنا، احتلنا، سرقنا، عملنا. بس أنا بالنسبة لإلي ولا نهار رح خلي هيدا الموضوع يكون سبب لحرب أهلية جديدة بلبنان بين اللبنانيين، يرجع يكلفنا مزيد ومزيد 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 من الهجرة. فبالنسبة لنا في كتير مفاهيم جديدة، في منطق جديد بده ينشغل لبناء لبنان، في منطق جديد هو الوحيد يلي قادر على انه يرشعكن على لبنان. مشان هيك اخذنا عهد على حالنا انه ما نقبل نصير جزء من سيستان او نصير جزء
من التركيبة السياسية معينة قائمة بلبنان أو نصير جزء من المشكلة، نحن نوعدكم أنه ولا نهار رح نكون جزء من المشكلة، رح نكون دائما جزء من الحل، ورح نشتغل تنكون جزء من الحل ومش جزء من المشكلة. مش رح نكون تقليديين، ولا رح نتعاطى بالسياسة بطريقة تقليدية، ولا رح ننجر ولا بالغرائز، ولا رح ننجر إلى كره الآخر، ولا رح ننجر إلى المحلات اللي يمكن تبسط الناس ويلي واحد بزقفوله وإلى آخره. أنا اليوم قادر أطلع اليوم وانتقد يمين شمال وأخذ كل شيء في زائف، وهذا هو الخيار الهين. أما بالمقابل فيي أطلع أحكي كلمة الحق وجرب ابني بلد بشكل أنه نعيش كلنا سوا ببلد حضاري ومتطور، ويمكن هيدا ما رح ياخد كتير زائف، ولكن هيدا هو المطلوب تقدروا أنتوا ترجعوا على الأرض. أنا بوجود أبونا ما زالوا صار بيناتنا، أنا كنت حبيت يكون موجود معنا قبل تا يسمع اللي حكيناه قبل. بس أنا بدي أقول لك أبونا شغل تاني. أنتو بالنسبة لنا المثال الأعلى. أنتو كرهبان ككهنة وخيتنا أكيد. أنتو بالنسبة لنا الهيكل. وهذا الهيكل كل واحد منا من وجبته يحافظ عليه. وهذا الهيكل ممنوع نضرب ولا مسمار فيه. ممنوع نوجه له أي انتقاد. وهذا الهيكل رح نحميه بكل ما أعطي لنا منقول. وإذا عنا ملاحظات منقولها بكرسي الاعتراف. بس نحن نتمنى لكم التوفيق، منهنيكم على كل الشغل اللي عم تقوموا فيه بسيدني، منهنيكم انكم جامعين هالجالية بالشكل يلي عم نشوفه اليوم يلي شفناه بالكنيسة فوق. خليكم جامعين الكل، خليكم فوق راس الكل، نحن الى جنبكم وكل الحاضرين هون الى جنبكم كرمال تقدروا تحافظوا على الرابط بين هالجالية وبين لبنان، لأنه أنتم الرابط الوحيد يلي قادر اليوم يحافظ على صلة الوصل بين الجالية اللبنانية بالخارج ولبنان. فأنا بدي أهنيكم، بدي أشكركم، بدي باسم الكل نوجه لكم تحية كبيرة. أول شيء المدارس والمؤسسات والمساعدات والوقوف إلى جانب الكل، هيدي خدمة كبيرة عم تعملوها لإلنا، عم تعملوها للجالية، عم تعملوها للبنان. فباسم اللبنانيين باسم موجودين هنيكم ونشكركم من كل قلبي. بالنهاية رح طول أكثر من هيك عليكم، بدكم تروحوا تتغدوا هلا بعد شوي. أنا ما في لكم قد ايه مبسوطة إنه كنت معكم اليوم. ما في لكم قد ايه تأثرت بهذا اللقاء. بدي من كل قلبي اتمنى لكم ايام سعيده، بدي اتمنى لكم ايام حلوه، بدي اتمنى اشوفكم بلبنان ببيروت او بكفيا او بالشمال او بزغرطة او بالشرقي او بالعسير او زحلي هلا ما تخلوني اسمي الكل. أنا من كل قلبي بدي أشكركم على هاللقاء الحلو، بدي أتمنى لكم أيام سعيدة، بدي أتمنى لكم نجاح، بيضونا وجهنا وين ما كنتم، ارفعوا اسم لبنان عالي بشغلكم، بعلاقاتكم الاجتماعية مع جيرانكم، قد ما فيكم فكروا فينا وتذكرونا، وصلوا للبنان، وصلوا لكل الناس يلي تحت عم بتناضل وعم بتعذب. ونحن كونوا اكيدين ان انتم دائما بالبال، نحن دائما عم نفكر فيكم،
وبرجع بذكركم وبقولكم انه كل شيء عم نعمله وكل شيء عم نشتغله هو تانتوا ترجعوا تعيشوا بكرامتكم بلبنان. هيدا هو همنا الاول وهيدا هو هدفنا الاول. شكرا. Thank you.